تتواصل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. في هذا السياق تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة. وقد ضمت المشروعات مشروع تحسين خدمة مياه الشرب برج مغيزل وإحلال وتجديد مدرسة برج مغيزل الإعدادية القديمة ومدرسة برج مغيزل الابتدائية أيضا القديمة. كما ضمت المشروعات مشروع تحسين خدمة مياه الشرب وتطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس ومشروع إنشاء المجمع الخدمي لقرية البصرات.